واحد بيقول هل التدخين خطية أم لا؟ وإن كان رجل صالح وبيدخن هل هذه خطية؟ طبعا التدخين الإنسان بيضر صحته، بيفقد صحته ويفقد إرادته ويفقد أمواله ويضر الناس اللي حواليه. هل كل ده مفروش خطية؟ أما إن كان رجل صالح وما زال يدخن فيبقى فيه نقطة ضعف مش قادر يبطلها، مفروض انه يبطل. امال ازاي يبقى انسان صالح ومش عارف يبطل حاجة زي دي؟ مفروض يبطل.